ولا اسلوم البار. ركبوا البحر بعزوم اقوى من الامواج، ما هاب غدر يوم انهاج وما هاج، غاصوا وسط هيرات وتحدوا كل غبار، حصدوا لنا دانات تتلى لكنها سراج. وجيتهم في البار، وجيتهم في البار، هم صافة الشجعان، فرسان لعبيا ولطويسة وكحلان، هواهم المقناص ويا الابل والشعر، أهل البحرين، أهل البحرين، فينا الوفا من زاد، نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس. احنا احنا أهل البحرين، أهل البحرين، فينا الوفا من زاد، نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس. من يلتقي فينا يتعطر الأحساب، يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحساب. يا سار يا محلا تزيني في العالي، تزيني في العالي، فرضين وسمها الخير ما غيرها نوالي، ما غيرها نوالي، علي بسم البحرين شموخ ومجد، قولي لكل الناس هذا الوطن غالي، هذا الوطن غالي. Thank you.
مساكم الله بالخير مشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم السارية كل يوم من 10:30 إلى الساعة 11:30 على شاشة تلفزيون البحرين. مساك الله بالخير حسن. مساء النور والفرح والسرور كالعادة. ما شاء الله على شنيل اليوم متألقة جدا، ما شاء الله اللبس زود. تسلم، وايد حلو ما شاء الله. تسلم. من وين؟ سمية ديزاين. سمية ديزاين، مصممة سمية الصادق، ما قصرت ليال. أنا كالعادة قصر الوجه لازم طبعاً. في البداية نشكرهم أكيد طبعا. أكيد مشاهدينا متواصلين معاكم في برنامج السارية، فرص الربح والجوائز في انتظاركم إن شاء الله. بس في البداية اسمحوا لي أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الدعم الأول لهذا البرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لهذا البرنامج علشان يستمر معاكم. أكيد نشكرهم. وأما الحين تعودنا أن احنا أم هلال تكون موجودة في العريش، فخلونا نروح نشوف أم هلال في العريش مع الغبقة وراجعين لكم. الله يمسيكم بالخير مشاهدينا الكرام، ويعلى شهر مبروك إن شاء الله علينا. مساكم الله بالخير، شلونكم؟ عساكم طيبين. خير الله يسلمك. بسألكم أخويتي وين هي؟ إن شاء الله بكير اللي الحين. يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ليش بالخير؟ حيا الله مسوج. وينك في؟ أنا والله رايحة الله يسلمك العموم. جايبين حبوري. ايه وجايبين فزن بعد. ما شاء الله. جايبين الفزن، عرفتي مال؟ عاد هذا انا جالسة ابقى وردي الله يسلمك بعد الله يسلمك النمو واخذه. النمو واخذه بوقعد يا حبيبتي بوقعد. ايه؟ ايه والنمو واخذه الله يسلمك جايين تامهم واصلين من الهند. انزين. ايه ويابولي بعد سمك. ها. ايه هاكو سمك. ما شاء الله. يوم يابولي يبون يسوونه على ورق. موز. ونشويه مشوي. الصلاة على النبي محمد. عيل الليل احنا قبقاتنا يا سلام سلم. حبار وفزن وسمك مشوي وفي داخله ربيان. يا سلام الله اكبر. عقب الشوي في بطنه ربيان. علمه وعود اما عود الحباره. الحباره يا سلام على الحبار. هذا الحباره. هذا الحبار. هذا الكلام. اي نعم. اي والله. والبقعه شوفي. خلي تشوفون. خلي تشوفون شلون شلون يطبخون ويسوون الحباره. الاوليين. اي نعم. ما شاء الله عليكم. عيال غبقتنا فن فن. شاي وشوي الليله. شاي وشوي حبيبي. عيال شي يقول المثال؟ شي يقول؟ لو من كبر خذ على من صغر زود. نعم. ان كان الحباره فرست في الشواهين. صح الله لسانك. والحين عاد اودعكم السلام. بس جد اي بروح حق ولادي حسن وبنيتي نايله. بعد عندنا احنا شغل. جدمي حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحييكم اكثر. راس حيان طبعا نيلة، ومن القرية التراثية الجميلة وأجواء العريش اليوم ما شاء الله. حبارة وفزن وسمك مشوي. اي شفت يعني اليوم احنا ايش بتكون غبقاتنا؟ ما انا صراحة اول مرة بضب. يعني لا احنا كل يوم قاعد نجرب شيء جديد. اشياء حلوة يعني. يا صافي مرة يا موش ربيان. يا لحم. اي والله صدق. احنا الظاهر بتغير اوزاننا بتغير. اكيد مع الاكل البحريني الجميل الحلو. أنا مستعد التغير ما عندي مشكلة. أنا بعد ما عندي مشكلة. طبعاً نيلة أكيد نذكر مشاهدينا كالعادة بطريقة مسابقتنا، طريقة أسئلتنا الجميلة. والحمد لله كل أسئلتنا مثل ما قاعد تشوفون معنا يومياً متنوعة في البحر، في القناص، في الموروث الشعبي، في تاريخ البحرين. أسئلتنا عبارة عن ثلاثة أسئلة تعودتوا عليها كالعادة. السؤال الأول بيكون بقيمة 100 دينار بحريني مقدمة من شركة بتلكو. عندكم 30 ثانية للإجابة على السؤال. السؤال اللي عقبه بيكون بقيمة 300 دينار. التوقيت راح يكون 30 ثانية أيضاً. أما السؤال الأخير نيلة، السؤال الثالث اللي في أغلب الأحيان
ما يكون في خيارات ب 500 دينار، ولكن في بعض الاحيان احنا نقدر نساعد. لا تخافون يعني، اذا قدرنا بنساعد اكيد ان شاء الله اكيد. بس اذا ما جاوبتوا على السؤال الثالث للاسف بترجعون للسؤال الاولي بقيمه 100 دينار كالعاده. انا شو اقول؟ ما في حد خسران، ما في حد خسران اكيد ما في حد خسران. وارجع اذكركم مشاهدينا ان كل متصل راح تكون معاه الديره. الديره قلنا ان هي البوصله اللي كانوا يستخدمونها في ايام الغوص النواخذه، يستدلون فيها بالاتجاهات، فيها 32 اتجاه، احنا اخذنا منها الاربع الاتجاهات الاساسيه. ارجع اذكركم فيها، عندنا الياه هي الشمال، قطب هي الجنوب، مطلع هي الشرق، ومغيب هي الغرب. وطبعا تعرفون ان في عندنا الساريه تكون مفاجاه. هذه المسابقات، هذه الساريه مقدمه من لجنه رياضات الموروث الشعبي، تكون مبلغ نقدي من غير اي اسئله. ويعني يا رب دائما نقول، قولوا يا متصلين يا رب الفال للساريه، او يا رب تطلع لنا السارية. ويا بخت اللي تطلع للسارية، والحمد لله يا بخت بعد اللي يشارك معنا ويطلع بجوائز جدا جميلة أيضا مقدمة من شركة بتلكو. مشاهدينا للمشاركة في مسابقتنا كل اللي يطلب منكم تدخلون على الموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة، تسجلون فيه كل بياناتكم من الاسم الكامل، رقم الموبايل والرقم الشخصي، وبإذن الله بإذن الله بتكونون مشاركين معنا وما في أحد خسران. مشاهدينا أما الحين نرجع نذكركم بسؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة فيه، وراجعين بإذن الله. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. هلا ومرحبا، هلا بهالوردي البنفسجي الزهري. يعجز اللسان عن التعبير اليوم، وكل يوم يعجز اللسان، ولكن اليوم هاي اللبس من وين الجميل؟ هذي من فيصل الرئيس. فيصل الرئيس، اي نعم، بدع يعني شنو تلبيات ودراريع. ام هلال شو تقولين دائما؟
تحكي على سلوى بكي. تحكي على سلوى بكي. ما شاء الله عليك اللبس دائما عليك حلو. حلي ايامك. الله يحفظك ان شاء الله. سلم. بس اليوم اللون يعني مختلف يعني معطيك رونق اخر. صحيح. كل يوم. شكرا. لونك كله حلو. هل تشكين في ذلك؟ أذن بعضي ما عندكم. الله يسلمك. طبعا نيل أم هلال شفنا مع المشاهدين سؤال مسابقة السيارات، سؤال كان يتكلم عن متى أقيمت هذه المناسبة وفي أي سنة، وبإذن الله اللي شارك معنا يوم الجمعة اللي بتيه بنسحب السحب الثاني على السيارة، وأكيد السيارة مقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي، وبإذن الله بننتظر منه سعيد وسعيدة الحظ إن شاء الله في المشاركة معنا في هذه المسابقة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. مشاهدين أكيد حابين نذكر الفائزين في المسابقة أن استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي، عندهم بياناتكم وإن شاء الله راح يتصلون فيكم. أما الحين نبتدي مسابقاتنا مع أول متصل. ألو مساء الخير نوال. هلا مساء النور. يا هلا ومرحبا، مبارك عليك، ما بقى من الشهر. علينا وعليك حبيبتي. نوال انت من اي منطقه من البحرين؟ انا من قلالي. من قلالي. نعم فيك. يا سلام يا سلام عليك نوال. هلا بك. جاهزه ان شاء الله حق مسابقاتنا؟ ان شاء الله. الاسئله شلون شفتيها؟ حلوه وخفيفه المعلومات؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. نوال بحماس الغاليه. ان شاء الله. حماس ان شاء الله. ان شاء الله. قول جاهزه. تقول لك يا الغالي ام هلال تقول لك نوال ان هي جاهزه. جاهزه. اي جاهزه حبيبتي. انفر لك الديره يا حبيبتي ونشوف وين بترسيك. يلا يا نوال نشوف الديره باذن الله. الساريه اعطينا دعوه كذي حلوه يمكن من البدايه اليوم تطلع لك الساريه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا نوال. الله كريم. مغيب نوال. هلا. وين المغيب؟ المغيب الغرب. هو. الغرب. وانتي الصح لكن مو بذي سؤالك. انا بس احب ان انا اذكركم بهذه الاتجاهات. طبعا سؤالك او اسئلتك راح تكون في الغوص. يلا ان شاء الله نعرف. ان شاء الله تعرفي تجاوبين. خلينا نشوف معاك الصورة على الشاشة قبل ما اسألك السؤال. ان شاء الله. هلو. تشوفين الصورة نوال؟ إيه نعم. موجودة على الشاشة. طبعا يطلق أبائنا على الغوص كنية، يقولون عنها أبو حبلين لأن حبال الغوص الحبل الأول ينزل فيه الغييص حق قاع البحر، وهاي الحبل يربطونه بالحير، والحير عبارة عن ثقل من الرصاص، يحط الغواص الخيط هذه أو الحبل ذي بين أصابع رجله فيوديه في قاع البحر، يساعده يعني أنه ينزل تحت. أما الحبل الآخر فيأخذ الأطراف ويربطه بالسلة اللي عنده يجمع فيها المحار. أي. حلو؟ أي نعم. سؤالك يقول شو اسم الحبل اللي مربوط فيه الحير اللي نزله لقاع البحر؟ أعطيك خيارات؟ أي يبي خيارات أحسن. هل هو البيوار؟ هل هو الخراب؟ ولا الزيبل؟ عندك 30 ثانية. هل هو البيوار ولا الخراب ولا الزيبل؟ فل فيها زيبل. الزيبل. أثبت لك الزيبل. سلام. ثبت ثبت. عرفتي أن 100 دينار مقدمة من شركة بثلكم من نصيبك يا نوال. تستاهلين يا نوال. أي بتواصلين ان شاء الله، ما فيها خساره ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. ودامك بتواصلين سؤالك عند الغاليه ام هلال. ها جاهزه؟ جاهزه. ما دام عرفنا الحبل اللي ينزل بالقواص في وسط البحر، السؤال يقول شنو اسم الحبل اللي يسحب القواص من قاع البحر إلى السفينة؟ ها الخيارات. أين؟ هل هو الخراب؟ الإيدة؟ أو العتق؟ الإيدة. الإيدة. ثبت. ما يحتاج واضحة ملان ما شاء الله. ما تكسر ملان. مبروك عليك 300 دينار من شركة بتلكو نوال. نواصل إن شاء الله. ما ادري والله اذا يعني بتساعدوني. ان شاء الله خير. بسيط هو السؤال. ان شاء الله خير. الثالث بسيط. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. نواصل نوال. تفوتون هال يلا ان شاء الله خير باذن الله خير. نوال سؤالك بعد ان شاء الله بيكون في الغوص باذن الله.
سؤال يقول نعرف ان احنا في مجموعة من البحارة في سفينة الغوص كل واحد منهم عنده مهنة محددة. الحين نبي نعرف وظيفة شغلة راح اقولها او وظيفة تنسب لمين. تمام؟ انا قاعد احاول شوي المح. شنو هي وظيفة التباب؟ التباب؟ ايه تباب عندك 30 ثانية ما في خيارات لكن انا عشان اوضح لك شوي. هو مو ريال عود لا صغير تباب مو ريال عود يعني اللي يودونهم اهلهم ايوه يعلمونهم ايش بقى؟ ايه ها ها طيب يا اهل اللي هو يخدم في السفينة ايش ايش احسنت هي طفل الطفل اللي ثبت 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 لك طبعا نوال 300 دينار خذيتيها طبعا من 500 500 ما شاء الله وانا لا 500 دينار انا ترى سرحت 500 دينار صراحة مبروك عليك ال 500 دينار انا والله صراحة ما عرفت ان احنا وصلنا لل 500 ما شاء الله يعني معلوماتك حلوة انا ما ساعدتك في شيء 100 300 500 يعني اذا بس بقول لك شغله نوال ان الاطفال قبل ما شاء الله عليهم حتى من 8 اذا وصلوا 12 سنه يعتبرون كأنهم كبار ودائما كانوا الابهات ياخذون معاهم عيالهم عشان يكتسبون خبره ويتمرنون وما شاء الله ياخذون دي الشغله ويمارسونها لين كبروا بشوي بشوي حتى مهلال يقول لك ساعات لما ناخذه يشوف الياهل عنده النرجيله ينادي يا صبي وين الفحم عرفتي فيركضون اللي هالعمارهم 8 سنوات وما يشيلونه بمنقاش حتى بيدهم ما شاء الله إيه عشان يروونه عشان يروون انهم في يوم رجوله ويقدرون ما يستوي 12 سنه الا هو ريال اي والله ما شاء الله عليهم مبروك عليك الغاليه طبعا ناخذ اتصال جديد معانا الو مساء الخير انيسه نعم يا هلا ومرحبا نعم الله عليك مبارك عليك ما بقى من الشهر مبارك علينا وعليكم ان شاء الله شلونك مع رمضان الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله جاهزة إن شاء الله حق المسابقة إن شاء الله يا رب ستاريا يا رب ستاريا بس أنيسة الله يرزقك ويعطيك ما دام إنك جاهزة نشوف أم ستاريا وين بتوديك إن شاء الله بركة الله وبركاتك يما هلال آمين يا رب العالمين إن شاء الله إن شاء الله يلا نشوف معاك ستاريا وين راح ترسيك إن شاء الله الياه الياه وين الياه يا أنيسة الياه الشمال الياه الشمال وانت الصح بس مو هذه سؤالك مو هذه سؤالك سؤالك عند ام هلال هالمره ان شاء الله خلنا نشوف امي الصوره على الشاشه وبعدين بنسالك ان شاء الله ايه ها تأكدتي من الصورة؟ ايه انزين هذه من المهن القديمة اللي ينطلق عليها الخروز راعي ذي المهنة خروز شنو يسوي الخروز؟ ها شنو يسوي الخروز؟ الخيارات اوكي هل هو يذكب الخرز علشان ينظم العقد يثقب اللولو علشان يسوي من علشان ما يسوي خرز ولا اصلاح الاحذية والنعال الثالث اصلاح الاحذية ثبت يا سلام عليك 100 دينار تستاهلينها من شركة بتلكو ما شاء الله عليك أكيد بنواصل الغالية إن شاء الله بس على طاري الخراز مسلسل كان حق غانم الصالح الله يرحمه ومعروف إيه. يعني أنا كنت بحاول ألمح له لو ما عرفت بس ما شاء الله عليها جاوبت نواصل مع بعض إيه. نواصل إن شاء الله صح؟ إن شاء الله يلا نواصل طبعا هالمرة ما في صورة بس أنا أتوقع دام جاوبتي على السؤال الأولي بتعرفين حتى من غير صورة طبعا من الحرف القديمة اللي مستمرة ليومنا هذه حرفة القزاز معاي؟ نعم شنو هي هذه الحرفة؟ أعطيك خيارات؟ إيه الخيارات يقول الخيار الأولي هل هو الشخص اللي يتعامل مع الزجاج أم بائع الكيروسين أو المهندس اللي يحدد القسائم السكنية عنده 30 ثانية أتوقع وايد واضحة القزاز
ها ضاع الكرسي القزاز القزاز يقزل مهندس المهندس نثبت ها نثبت على المهندس نثبت على الردي متعامل معك. مع يا. متعامل نثبت مع الاول نثبت على اللي قلتي المهندس 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 نثبت لك حرام عليك مبروك عليك 300 دينار من شركة بتلكو القزاز اللي يقز الأراضي قبل يقولون له القزاز الحين صار مهندس تمام الحمد لله 300 وراحت أنا متخوف الحين أنيسة أزيد منك شلون أنيسة نعم نعم الله عليك بتوصلين معانا للسؤال الثالث ولا بتنسحبين ترى السؤال الثالث ما في خيارات وعندك بس 20 ثانية يعني ما بتساعدوني للأسف ما عندنا الجواب بس بمسحب أكيد بتنسحبين اي إذا ما في حبيبتي راعي النصيف سالم بس تستاهلينهم سلمي عليهم ال 300 دينار إن شاء الله خذي شور أم هلال بتسمعين شور أم هلال أنيسة اي نعم خلاص عيل نقول لك عليك بالعافية 300 دينار المقدمة من شركة بتلكو تستاهلين كل خير تستهلين. ومبروك عليك 300 مبروك ولا تزعلون يعني نفس ما قلنا إذا كنا نعرف بنحاول نساعد لكن الحين ننتقل معاكم ولقطات جدا جميلة من المكان اللي نحبه احنا ونشوف فيه المأكولات الحلوة والحلويات الحلوة وين؟ مهلال؟ العريش العريش وراجعي لا لكم اكيد متابعينا في برنامج السياري وابى اشرح لكم ايش كثر اليوم الهواء حلو في راس حيان في القريه صدقت. التراثيه الجميله اليوم الهواء غير امانه صح. فعلا الجو حلو صحيح. جو لطيف وهالاجواء الحلوه اللي دائما نشوفها في العريش أكيد. غير الطباخ اليوم مهلال استعدادات القرقاعون شوف قاعد يشتغلون على الطبول وعلى الفريسه اليوم لهم ثاني ثاني يوم اليوم مشقالين على الطبول يرقمون الطبول والطيران جاهزه يا وامس شفنا المسحر بعد ما شاء الله يا سلام يا سلام عليك جاهز ردني ورد الله يحفظك طبعا المكالمة بتكون عن مين طبعا نقول الو انا بقول الو مساء الخير مرحبا يا هلا ومرحبا عيسى
اي نعم وياك. والنعم فيك يا عيسى، شلونك يا عيسى؟ مبارك عليك مبقى من الشهر. الله يطول لي عمرك ومبارك علينا وعليكم ان شاء الله. عليك يا عليك ان شاء الله. عيسى احمد هو عيسى حمد عيسى حمد عيسى حمد والنعم فيك يا عيسى. عيسى من اي منطقه انت؟ من البحرين؟ من العراد. الله يطول لي يا حي الله العراد. حي الله العراد. حي الله العراد. نورينا في البرنامج. جاهز يا عيسى؟ نور عليك ان شاء الله. نورين انتم كلكم نورين. ام هلال ام بخيت الله يعطي الصحه والعافيه. يا سلام على هالكلمه ام بخيت. يا سلام تسرني انا ام بخيت. الله يرحم ابوك وعمك ربيعه. الله يرحمهم ويغمد عمرهم النعيم. اللهم امين. جاهز ان شاء الله يا عيسى حق المسابقه؟ ان شاء الله. كنا الحماس جاهز. عندك ما شاء الله فوق ألف مليون. كفو كفو والله. اذا انت جاهز ام هلال نشوف. جاهز يا ام بخيت جاهز. اسلمت. ما دام انك جاهز نشوف الديره وين بترسيك. ها ان شاء الله الشاريه. ان شاء الله. ان شاء الله امين. نتمنى احنا ندعي مع ام هلال. ها يا رب السارية. يلا السارية. يلا 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 الياء ام هلال. ها شو هي الياء؟ وين اتجاه الياء؟ الياء عيسى. الياء ها يا وين اتجاهها؟ الشمال. شمال. يا سلام عليك. يلا جاهز حق السؤال؟ جاهز يا ام بخيت جاهز. سام السؤال يقول لو سمعت كلمة ام العمايل شنه الشيء اللي تبادي في ذهنك في معناها؟ هل هي المرأة الشريرة، نوع من العبايات النسائية، ولا نوع من انواع الأقمشة؟ ها ايه خير الامور الوسط. نوع العبايات النسائيه يا ام بخيت. احسنت. ثبت لك 100 دينار من شركه بتلكو. فعلا الله يرحم الله يرحم ابوك. فعلا الله يرحمه. امين الله يرحمه. فعلا هي دقه نسائيه تزين بالعمايل اللي هي كرات من الزري. خلونا نشوف صوره حق ام العمايل قبل ما ناخذ السؤال الثاني معاك يا عيسى. شغاله هذه ام العمايل موجوده على الشاشه. شفتها ام العمايل؟ اي نعم. ما يحتاج ما يحتاج. هذه لبس الاول وعدول عرس الاول. عرس الاول نعم فعلا. الصغار لحقنا عليهم. يا سلام. الحين انت جاهز حق سؤالك الثاني ان شاء الله قيمه 300 دينار؟ ان شاء الله. ان شاء الله. اسمعني بقول لك شيء قبل ما اسالك السؤال. يقول لك مرت علينا يا حمد بدوية، العين سودة ومن الكحل مروية، مرت علينا تسحب القيلاني، داست على الزبد الطري مالاني. الله أكبر. سمعت؟ سلام عليك. شنو معنات القيلاني؟ هذه سؤالك. أعطيك خيارات إن شاء الله. أكيد بعطيك خيارات. خياراتي. الأول يقول لك هل هو حرير هندي؟ ولا حرير من قيلان؟ ولا حزام من ذهب؟ واضحة. القيلاني. القيلاني هي فيها دي الأغنية ترى خماري. الذهب. الذهب. لا ركز. الذهب. ركز ركز ركز. قلت لك الجواب منه وفيه. منه وفيه. انت ها حرير القيلاني. حرير من القيلان. جوابت 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. عليك بالعافية. يا سلام عليك يا عيسى. المعلومات حلوة ما في خيارات. بس بسألك أنت من أي جيل عشان أنا أطمن؟ لأن السؤال الجاي في يعني يبي له واحد شوي من الجيل اللي يفهم. ها أنا من الخمسينات. لا الخمسينات لا واصلين خير بإذن الله. أحس إنك بتجاوب. نواصل. يلا نتوكل على الله ان شاء الله. الله يرزقك. يقول لك يا عيسى الغالي ظبي رأيته يخطي في الحوي دالع، ومدقدق ضلعه بحلو المطالع، واحلو لمعت بريمه والحق بطالع، ظليت حيران لا داخل ولا طالع، شنو هو الحقب؟ اتوقع سهله.
الحجاب اللي يحطونه حق الله عزوجه في البطن اللي في الوزار. يا سلام عليك. يا سلام عليك. ثبت. ثبت. يا سلام عليك. فعلاً. تستاهل الـ500. إجابتك صحيحة. 500 دينار خذيته من شركة بتلكم. مثل ما قلت هو خيط ينحط على البطن وبعد مهلال يعني وايد ساعات كانوا يحطون فيه يامع صح؟ أو خرزة عن الحسد. أو خرزة عن العين. إيه كانوا يعني ذاك يشكلون فيه هذا الحجاب. يا سلام عليك. أيه. عيسى مبروك عليك الـ500. أنا قلت أسأل عن الجيل قبل وتطمن. أيه. مبروك عليك الـ500 من شركة بتلكم. مبروك عليك. تستاهل كل خير. مشاهدينا خلونا الحين نطلع فاصل سريع وإن شاء الله راجعين بإذن الله نتواصل معاكم. مسابقات السارية لا تروحون بعيد. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة: الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة: الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل متواصلين مع برنامج السارية، لكن سمحوا لي في البداية أرد أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذه البرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير للبرنامج. أما الحين خلونا ننتقل ونشوف إلى سؤال مسابقة السيارات وطريقة المشاركة وراجعين نتواصل معاكم في السارية. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس.
مشاهدينا نرجع نذكركم بالسؤال اللي في مسابقة السيارات، طبعا راح يستمر معاكم يوميا إلى يوم الجمعة. هذا السؤال هو: متى أقيمت هذه الاحتفالية وشنو كانت مناسبتها؟ نرجع أيضا نذكركم مشاهدينا أن الفائزين في المسابقة استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي، عندهم بيانات الفائزين وبيتواصلون معاكم لتسليم الجوائز. إذن هذه كانت الطريقة، وبس الحين نرجع إلى أجواء المسابقة مرة ثانية ونقول ألو فاطمة مساء الخير. ألو مساء النور. مساء الورد، يا هلا مبارك، ما تبكي عليك من الشهر. علينا وعليكم يبارك. شلونك فاطمة الغالية؟ شلون الأسئلة؟ الحمد لله تمام. الأمور طيبة؟ انتو شلونكم؟ من وين انت؟ احنا الحمد لله بخير. من الرفاع أخوي. يا هلا ومرحبا، أنا بعد من الرفاع. والنعم جارتي. حيا الله على الرفاع. حيا الله الرفاع مثل ما تقول مهلال. شلون المسابقة؟ زينة؟ الأجواء حلوة؟ المعلومات حلوة اللي قاعد تكتسبونها؟ والله كل شيء حلو، كل شيء ما شاء الله حلو. الحمد لله. والمذيعة تهبل. ما عليك تزود. سلمي. كل شيء حلو وعسى الله يخلي حافظك إن شاء الله يا أم مهلول. عمري سلمتي حبيبة قلبي. يعني أنتوا شلون شايفين الأسئلة والمسابقة؟ الشيخة الشيخة اليوم باللبس تهبلين. يا عمري سلمتي. يعاد كل ليلة فاطمة ما شاء الله عليها تهبل باللبس. كل يوم كل يوم كل يوم. الله يخليك. الله يسلمك. إن شاء الله فاطمة جاهزة معنا حق المسابقة، نروح عند الغالي أم هلال. إن شاء الله. قول قول آمين بالساري. يا رب. إن شاء الله يا كريم. ندعي لك. الله يرزقك ويعطيك. بس ما قلتي لنا أنت يعني شايفين المسابقات والأسئلة؟ يعني زينة والله وايد حلوة وكفاية انت وبس. اهم شيء اصلا لدوبوت كلها تقولون ما تقصرون. اي اهم شيء على المدام انت جاهزة ومستعدة نشوف الديرة وين بترسيك. يلا يا فاطمة نشوف الديرة وين بنترسيك يا بنت الرفاع. توكل على الله. يلا يا رب السار يا فاطمة. يلا ان شاء الله. اللهم امين. يلا يا رب. يلا بها. يلا الياه الياه. ياه وين الياه يا فاطمة؟ شمال. شمال وانت الصح، لكن مو بذي سؤالك. سؤالك راح يكون عن المدن والقرى. طبعا انت مالت الرفاع. اي نعم. اي نعم والنعم في اهل الرفاع. بس اول انا احب اسالك عن مدينه عندنا هني في البحرين، مدينه عريقه اسمها مدينه الحد. والنعم. والنعم. شنو تعني كلمه حد؟ اعطيت خيارات؟ اعطينا. اكيد اعطيت خيارات. اول شيء لانها الحد الشرقي للمحرق، ولا لأن البحر يحدها من ثلاث جهات، ولا لأن ولا معناته شريط رملي ممتد في البحر. تبادي تبادي. لا يا أم هلال. لا يا أم هلال. لأن الحد الشرقي للمحرق. لا لا لا. ها إيه. شريط لغاني سألت. ذاك ثلثوها. شريط رملي ممتد في البحر. ثبت لك الإجابة. وفعلا مدينة الحد تعني شريط رملي ممتد في البحر. عليك بالعافية 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو. خلينا نتابع معاك هالفيديو وراجعين نتواصل معاك مسابقات السارية. تقع مدينة الحد في شمال شرق البحرين، حيث تتبع محافظة المحرق. والحد في اللغة العربية يطلق على اللسان الممتد من الرمال في البحر، ويطلقه أهل البحر في الخليج على كل شريط رملي يظهر في عرض البحر ويمنع السفن من اجتيازه حتى في ساعات المد. والحد هي الأرض التي يغطيها ماء البحر بشكل طفيف عند المد، وينحسر الماء عن هذه الأرض عند الجزر. كانت الحد تعد بندراً من بنادر الغوص في الخليج، لذلك اشتهر أهل هذه المدينة بمهنة الغوص قبل اكتشاف النفط. لذا نرى أن لكل عائلة من عوائل مدينة الحد ارتباطا وثيقا بالبحر، كونه المصدر الرئيسي لدخلها. وحتى وقت قريب كانت الحد من المواقع المهمة لصيد الأسماك في البحرين. لغاية عقد الستينيات لم يكن في الحد سوى شارع واحد يقسم المدينة إلى قسمين، قسم شرقي
وآخر غربي، وتتخلل كل قسم منهما طرقات ضيقة على جانبيه، حيث تتمركز مساكن عوائل الحد فيها مؤدية إلى الشاطئين الغربي والشرقي للمدينة. تشهد مدينة الحد في العصر الحديث طفرة عمرانية واقتصادية متميزة، حيث يربط مدينة الحد بالعاصمة المنامة جسر بحري هو جسر الشيخ خليفة بن سلمان، والذي يعد شريان مهم يخدم حركة المواصلات في البحرين. فاطمة، سمعنا هذا التقرير الجميل بصوت الأستاذ عبد الله يوسف عن مدينة الحد، ومعلومات جدا قيمة. فاطمة جاهزة معانا؟ لأن السؤال بيكون الحين إن شاء الله عند الغالية أم هلال. جاهزين؟ جاهزة إن شاء الله. يلا أم هلال، وقصري شوي على صوت التلفزيون، تسمعين من التليفون الغالي. قصري ما على صوت التلفزيون. يلا يا أم هلال. جاهزة يما؟ السؤال يقول عندنا ثلاث قرى في البحرين يبدأ اسمها بحرف الجد. جد جد، كلمة جد، جد حافظ، جد علي، جد الحوج. ايش تعني كلمة جد؟ عندك خيارات؟ اعطينا الخيارات. هل هي بئر قليل الماء، والد الأب، او الجد والاجتهاد؟ ها زين، ايش تعني الثلاث اللي قلتهم لك؟ الجد والاجتهاد. هل هو بئر قليل الماء، او الجد، او الجد والاجتهاد؟ بروحي عطشان. ها ترى احنا عطشان. بئر قليل الماء. احسنتي، ثبت. لك 300 دينار من شركة بتلكو. فاطمة نوال، كنت عطشان ها؟ فاطمة، نواصل مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله. عرفتي شيء عن الجد؟ هي يعني هي طبعا أنا بس بقول لك معلومة. الجد اللي تكلمت عنه أم هلال هي البئر القليلة الماء، وهذه المناطق تحوي آبار يعني كانت وايد توصل حق الناس يسكون منها. عرفتي قصدي؟ والتسمية ذي صارت ليش؟ الحين عرفتي؟ إيه؟ تسمية صارت على المنطقة. وصل الجواب؟ وصلتك المعلومة؟ فاطمة وصلت. وصلت؟ نواصل مع بعض؟ إن شاء الله. يلا شوفي، هي ما في خيارات، لكن ما أدري بتجازفين، بتكملين، ولا بتنسحبين. صعب فاطمة. السؤال؟ صعب السؤال يعني، أنا لأن الصراحة وايد صعب يعني. شوفي أنا ما أعرف، إذا أنت حسيتي أن سؤال الحد كان عليك صعب، وسؤال جد حافظ وجد علي كان عليك صعب، أنا نصيحتي لك لا تواصلين، سلمي على 300 على قولة أم هلال. رائد النصيف سالم. إيه حبيبتي، أنا بعد أقول لك هذه النصيحة احنا نقولها لك، لأن ما ودنا أنك ترجعين حق المية. الحين فاطمة القرار في النهاية ترى في يدك، تبي تواصلين تحسين أنه ممكن تجاوبين، ممكن يطلع معاك، ولا لا يلا ما يعطوني الجواب. أغلب الجواب توكلين؟ ما يكون متوفر يلا عندنا. يلا فاطمة توكل على قولة أم هلال ونرضى بالـ300 والحمد لله. الحمد لله، تستاهلين. خلاص؟ إيه؟ انسحبت؟ إيه؟ انسحبت. خلاص يا فاطمة، مبروك عليك 300 دينار المقدمة من شركة بتلقو، يعطيك ألف عافية. نواصل مع بعض؟ نواصل. ناخذ اتصال جديد. نور معانا، مساء الخير نور. نور شلونك؟ نور ترفعين صوتك شوي الغالية؟ إن شاء الله. مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم إن شاء الله. علينا وعليك إن شاء الله بالخير والسعادة. نور من وين؟ أنا من مدينة عيسى، بس الأصل من محرق. والنعم فيك. من مدينة عيسى، مدينة العظماء، ولا محرق؟ على عيننا وراسنا. عوشة وهل محرق، وعوشة وهل مدينة عيسى، وعوشة وهل البحرين كلهم. حقين المسكة على أم هلال. حي الله مسوك أمي، حي الله مسوك. إن شاء الله جاهزة نور حق السؤال؟ ان شاء الله. اول شيء نروح وين؟ نروح وين حق الساريه؟ يلا. ويا رب تطلع لك الساريه ان شاء يلا الله. يلا مهلال عندك الديره جاهزه يا حبيبتي، وكثري من الدعاء.
يلا يا رب ونشوف الديرة وين بترسيك. يلا يلا ليلة تهجين وين هالمرة. يلا 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 وين رست الديرة؟ قطب. قطب رست الديرة على قطب. وين القطب؟ قطب جنوب. جنوب سلام. وانتي الصح. يا سلام. سؤالك راح يكون عن النخلة. النخلة حلو؟ حلو. نشوف الصورة قبل أسئلك السؤال على الشاشة وبعدها بسألك. شفتي الصورة يا نور؟ إيه. طبعاً النخلة عنوان العطاء والشموخ، شامخة رغم العطش، معطاءة من جذورها لثمرها. في السابق أيام الأول كانت تدخل حتى في بناء بيوتنا وفي صناعة الأثاث والأسرة وأدوات السفرة، كل شيء كانت تدخل فيه النخلة. حلو؟ حلو. شفتي الصورة؟ شنو الشيء اللي شفتيه في الصورة وفي شنو يستعملونه؟ أعطيك الخيارات؟ عرفت الجواب، تعطيني الخيارات. قولي الجواب. لا ما عرف الخيارات بعد، خفت بتون. لا ما بنثبت، قولي قبل ما نحط الخيارات. السفرة. نشوف السفرة هل هي موجودة من ضمن الخيارات؟ موجودة السفرة، ثبت لك إياها؟ ثبت. ثبت. ثبت على قولة الملان. فعلا السفرة ما كان يخلى منها ولا بيت في البحرين الأول، الكل كان يلتم عليها. ولا ايش قولك؟ يمع ويد واحدة والصينية محطوطة، إن كان سمك إن كان لحم إن كان دياي إن كان هريس، وهذا هي السفرة في الوسط. فعلا. وعليها فناديس التمر. يا سلام. وكل من يحط يديه في الصينية وياكل متجابلين. عاد ام هلال هذه احلى شيء، اذا يطرى عليك حتى في اللوكيشنات نصر نحن نحط صفره ونقعد صفرة عليه. نعم. صح. والكل نتجمع كلنا، ترى كل الممثلين نقعد وناكل بيدنا وكلنا ملتمين مع بعض. هاي الاشياء الحلوه اللي دائما انتم تصرون عليها تحديدا في اللوكيشن. اي والله عشان نكون اسره واحده. اي والله صحيح. ويكون بيننا عيش وملح. أكيد. يا سلام. نور نواصل. نواصل معلوماتك حلوه، اكيد بنواصل ما في خساره ان شاء الله. نور بنشوف مع بعض صورتين على الشاشه، من بعدها بسألك السؤال. خلينا نشوف الصورتين مع بعض. يلا. شفتي الصورتين؟ بيطلعون لك الصورتين. شفتيهم نور؟ ايه. في الصورتين شيء يصنعه النجار البحريني، والشيء الثاني يصنعه المتعامل مع يريد النخل، والصورتين لسرير طفل قبل، ها؟ الأسرة القديمة. واحدة من الصور يسمونها أهل البحرين الكاروكة، والثانية منز. سؤال الحين، شنو هي الكاروكة وشنو هو المنز؟ نشوف الخيارات ولا ما في خيارات؟ شفتي الصورتين، أنت المفروض بروحك ايه. تعرفين الكاروكة يعني شنو؟ هو يعني وين كل واحد وين موقعه؟ حطوا الصورتين الثناتهم. ايه كل واحد وين موقعه؟ أيوة. ايه كل واحد وين محطوط؟ وين الكاروكة كانت على وين؟ وين اتجاهها؟ اللي كانت مصنوعة من شنو؟ ها شفتي الكاروكة؟ يعني كانت على شنو يعني؟ الصورتين الحين الكاروكة مصنوعة من شنو؟ قالت في واحدة مصنوعة من الخشب، خشب، وواحدة مصنوعة من يريد النخل. يريد النخل. المنز من شنو؟ من يريد شنو؟ نور. نور. المنز يريد ال للأسف. نور مبروك على 300 دينار من شركة بتلكو، يعني من قاعد اقول مصنوعه من يريد طبعا النخل. يعني طبعا نقول حق المشاهدين المعلومه، الكاروكه هي اللي مصنوعه من الخشب، صح، والمنز هي اللي مصنوعه من يريد النخل. يقول لك عشان كذي تقول لك الناصحه البحرينيه وتخاطب الفتاه اللي توها بتولد او بتصير ام، تقول لها اذا ولدتي نزي، واذا نزيتي تعلمي المهوده. المهوده شنو؟ مهلال اللي هو تهوي على الياهل. ايه هليل ويا وليدي هليل. إيه. ورمان البحرين بعد كروره. هذه المهاوده. هذه المهاوده. ايه هليل ويا وليدي هليل، يعني هذه اللي تهوي. إيه. على الياهل او البنت او الولد. شو يسمونها بالطريقه الصحيحه؟ نقول احنا التهوي. تهوي. تهوي. على الياهل يعني باللهجه البحرينيه العمية. الشعبيه التقليديه العوديه. يا سلام على هذه المعلومات الحلوه، نتمنى ان فعلا الكل يستفيد منها. اما الحين مشاهدينا خلونا نروح ننتقل للعريش وراجعين لكم باذن الله.
مزين كله زين مالود ضحل اثنين وانشق السما نصين لحضرة رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله سحور يا عباد الله محمد ساكن الوادي لا شرب ولا زادي سعد عيني تشوف أحمد نبي وما قرشي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله سحور يا عباد الله راس حيان والقرية التراثية وأجواء العريش والمسحر الأجواء الجميلة اللي فعلا تأكد لنا أن احنا في رمضان وفي الأيام الطيبة والأيام الحلوة وأيام الذكر بالإضافة للاستعدادات القرقعون ومهلال مثل ما كنا نشوف العريش التجهيزات ذي كلها وجربنا على قرقعون إن شاء الله إن شاء الله وياي الأجواء الحلوة ونوعد مشاهدينا إن شاء الله بيستمتعون معنا أكيد في ليلة جميلة بإذن الله وفيها العديد إن شاء الله من المفاجآت اللي بيقدمونها داعمين إن شاء الله إن شاء الله أكيد بإذن الله مثل ما قال زميلي حسن لازم تتمون تتابعونا يوميا عشان تعرفون هالمفاجآت الحلوة اللي احنا خشينها لكم. أما الحين مشاهدينا نطلع فاصل بسيط وراجعين لكم نتواصل مسابقة السارية لا تروحون بعيد. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. مشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. أنا لكم أكيد في برنامج المسابقات السارية متواصلين معاكم ومع مكالماتكم بإذن الله الفوز حليب كل شخص يكون معنا. أم هلال كنا في العريش في العريش شفنا الصورة الجمالية أنا أحلى شيء عندي التعليق مالك شفت العذاب إيه؟ شفت الحبارة شلون إيه نعم. ويوم ينثرون اليدوم عليها يا سلام ولا يا سلام سلم الغريب العجيب مشوي وعلى ورق موز إيه؟ وفوق الربيون مزهر كذي كنا ورد لا اله الا الله ما شاء الله عليك محمد مهلال الشرح بروحه يخلي واحد يشتهي الاكل ما شاء الله عليك طبعا مواصلين معاكم بناخذ اتصال جديد معانا الاتصال طبعا باسم مريم بتكلمنا ام مريم مساء الخير
هلا نور. مبارك عليك الشهر ام مريم، شلونك؟ علينا عليكم الله يسلمك. الحمد لله. غاليه من وين؟ من الرفاع. من الرفاع يا هلا، مرحبا فيك اليوم. رفاع محرق، الرفاع محرق ما شاء الله. ان شاء الله جاهزه معانا ان شاء الله. في كذي دعوة حلوة حق الديرة يمكن إن شاء الله. الله يرزقك يا مريم، يا مريم الدير إن شاء الله يرزقك ربي. يلا يلا الحين نروح نشوف الديرة وين بتوديك. نشوف الديرة وين بتوديك يا مريم. يا رب يا رب السارية. يا سلام. ألف دينار. ألف دينار أم مريم، مبروك عليك الألف دينار يا أم مريم. ختام همس يا سلام. من الموروث الشعبي اليوم جائزتك يا مريم، ألف دينار موروث الشعبي، رياضات الموروث الشعبي اليوم الألف والسارية. تستاهلين كل خير، تستاهلين. لا سؤال لا جواب ولا شيء أبد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، دعوتك مستجابة يا أم مريم. الله يسلمكم، مشكورين. مو قصر والله، استانسنا لك ام مريم. والله انا استانست، ما توقعت كلش. الحمد لله رب العالمين، الله يخليك. طبعا جميع جوائز الساريه لازم نقول حق المشاهدين مقدمه من لجنه رياضات الموروث الشعبي، فعليكم بالعافيه. كل اللي طلعت لهم الساريه، والله ودنا ان جميع المتصلين تطلع لهم الساريه. أيوة الساريه، وكل السيارات وكل ايضا السيارات مقدمه من لجنه أيضاً رياضات الموروث الشعبي. بما انك تكلمت عن السيارات، مشاهدينا خلونا نشوف مسابقة السيارات سؤالها، وراجعين لكم نتواصل معاكم مسابقات السارية بإذن الله. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. شفتي الدش الحلوة أم هلال حق الغابقة؟ يا وكأنهم زافين عروس ما شاء الله. صلاة على النبي. اي والله شغل عالي. طبعا لازم نشكر لازم نشكر مطعم داعوس طبعا على هالأكلات الشعبية الجميلة اللي يوميا
يعني قاعد يقدمونها لنا ويروون حتى المشاهدين. واليوم عاد حباره وفزر وسمك مشوي طبعا. شغل عدل ما شاء الله، يعني ضرب الخمس باذن الله. اي والله. طبعا وصلنا معاكم مشاهدينا اليوم لختام برنامجنا طبعا الساريه، واكيد باذن الله باكر بنلاقي مشاهدينا كلهم من الساعه 10:30 للساعه 11:30. مشاهدينا قبل لا نختم اكيد نوجه الشكر الجزيل الى سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه ولجنه رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركه بتلكو على دعمهم الكبير لهالبرنامج. نشكر طبعا كل الداعمين معانا، ونذكر مره ثانيه بان الساريه امانه احنا كل يوم نتفاجئ معاكم، حتى المبالغ احنا ما نعرف هي كم تكون. فأكيد مبروك على كل الفائزين والايام الجايه باذن الله. 10:30 ام هلال. ها لحظه. نعم لازم نشكر ايه؟ ثوب يوم السبت. نعم وثوب اليوم يا سلام من محلات فيصل الرئيس. نعم كل الشكر. والايام ان شاء الله اللي بتيي ما حجل لبيات الشيخه. يا سلام نلتقي قدم باذن الله تعالى. ثبت ثبت ثبت. مع السلامه مشاهدينا.